ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء. فرح به الناس، فرح به عبد المطلب، وأتى قريشا عند الكعبة وأخبرهم أنه قد رزق اليوم بولد وأنه قد أسماه محمد. فقيل له: لماذا لا تسميه باسم من أسماء آبائك، عبد مناف، عبد الدار، قصي، كده؟ فقال: أردت أن يكون محمودا عند الله في السماء، محمودا عند الناس في الأرض، فسمي محمدا صلى الله عليه وسلم. فعبد المطلب أحبه، وأبو لهب أحبه، وصمم أبو لهب أن يزوج ابنيه من بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقية وأم كلثوم، من شدة حبه لمحمد. الكفار تحب النبي صلى الله عليه وسلم، فالقضية إذن ليست قضية أنهم كانوا يحبونه لأنه نبي، أو لأنهم آمنوا به، أو لأنهم يعني عظموه، ولو كان كذلك لكفى، ولكن القضية أن كل من رآه أحبه.